صراحه انا المفروض مسؤولين ومن الدوله توفر لهاد البنيتات هادو العيش الكريم. علاش؟ حيت عندهم اعاقه وجوج بنيتات، يعني راه ماشي مستاهل.
هادو عندهم واحد النفس وعندهم واحد الكرامه اللي هي غاليه ما قادرينش حتى يعني ابسط كلمه يقولوها ما قادرينش حتى يقولوا حنا باغيين العلاج حشمانين وهذا الشيء راه ماشي عيب كتلقى واحد مخصوص غير شي حاجه قليله وكيقول لك انا بغيت الناس هادو راه محتاجين عباد الله راه عرفتي شنو محتاجين
لقيت شي عضو يطلبوه من الاعضاء ديالي نعاونهم به. ولي حدي الان مسعده راه الموني ما كيقدوش يوقفوا، وانت كتشوف الطريق عندهم الحاله صعيبه وجايين غير في الجبل، والوالد ديالهم الا ما مشاش يخدم باش يقوتهم كيبقاو جالسين. دابا من تصور الام ديالهم مريضه كيجلس هو معاهم. الله اكبر كبيره ورحمه كثيره سبحان الله قدرتنا الاصيله ولا اله الا الله محمد رسول. هانت كتشوف المنظر ديالهم هانتوما شفتوا بعينيكم، واللي بغى يجي يزورهم الف مرحبا. راهم كيتواجدوا في طايفه في الدوار ولا الصغيور. الله يجازيكم بخير. حافظ النمره ولا ما حافظهاش؟ هانتوما كتشوفوا بعينيكم. انت ما حافظاش النمره؟ لا ما حافظها. دابا نعطيها لك، راه عندي انا النمره اخواني. النمره غادي نقيدها في الفيديو. هي حافظه تقول لك النمره غادي نقيدها في الفيديو. الناس اللي محسنين بغينا يتعاطفوا مع هذا الراجل ولا مع الام ديالهم، يعني تخفف عليهم غير الدرو. هانتوما كتشوفوا المعيشه ديال الاخوان. صور ليا لهي. هانتوما اخوان هاد عين هاد التفاح وهاد الشيء راه ماشي ديالهم، راه حنا جبناهم راه مع الله، راهم غير باب الله. يعني بصراحه انت شوف لا كوزين، شوف انتما شوفوا اخوان كوزينه، شوف حنا ما حامدينش الله في المدينه وما حامدينش الله، والناس هنايا عايشين هنايا وحامد الله على كل حال. فهمتي السيدو؟ اجا الوالد فاستم اخي. هانتوما شوفوا البيبان غير سميتو ما تدخلش. شوفوا البيبان يا اخوان، يعني منهم الحنوشه، منهم العقارب، منهم بزاف ديال الحوايج. لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. منهم البرد، منهم الشتا. شوف السقف، السقف اخويا، شوف غير الزنقه اخوان. ها انتم كتشوفوا، ها انت الميكا، واش الميكا اخوان غادي تحميك من البرد ولا من الثلج ولا من الشتا؟ وانتم راكم عارفين المنطقه ديالنا حنايا في المدينه تازه، منطقه جبليه، لما كيكون الثلج راه كيكون يعني واحد البرد ما تصوروش كي دايره. وحنا كتوازا غيورنا على هاد البلاد هادي، ما غاديش نشوفوا حالات نتاع البنيسات هادو ونسكتوا ولا نعطيوهم بالدار كما كيديروا بعض المسؤولين. كيشوفوا الحالات غادين بهاد البلاد هادي، ما عرفتش فين غادين. يعني كيفاش غادي نقول لكم، يعني كيعطيو والحق ديما عند الظالم. كنشوفوا الاهمال الطبيه، كنسكتوا كنشوفوا. ولكن كما قلت لكم من قبل، حنا كولاد الشعب كنبغيو الملك ديالنا وكنبغيو البلاد ديالنا. حنا ضد هذوك المسؤولين، الا كانوا هما خايبين حنا ماشي خايبين. حنا كنحبوا بلادنا وتربينا هكذا، كنبغيو بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا. حنا ما غاديش نديرو بحال، ما غاديش نشفرو ولا غادي نديرو حنا باب الله. حنا كوسطاء جينا لهاد البنيات هادو، درنا الخاطر ديالنا، ما غاديش نقولوا ضيعنا من وقتنا ولا اي وقت راه في هاد البنيتات هادو يستاهلوا اكثر. ولكن الله غالب. نبغيكم اخوتي، يعني ما غاديش نقول لكم بارطاجيو، انا بارطاجيو يعني كتديو نتوما بطريقه حساسيه. انا كنقول لكم ديروا غير ما كان في بلاصتكم في هاد البنيتات هادو، اعتبروهم خوتكم، اعتبروهم بناتكم، اعتبروهم اي حاجه. قيدتي النمره التليفون؟ واه شحال النمره التليفون ديالهم؟ صفر سته اسمح لي صفر. اجي لهنا الوالد حتى البنيته حافظه. شوفوا اخوان، شوفوا اخوان، حتى النمره التليفون ديالو ما عندوش حتى 06 53 69 97 94. شوفوا الاخوان، حتى النمره التليفون بعد شويه. شوفوا الاخوان، حتى النمره التليفون ديالو ما مقيداش حتى يعني في كتاب ولا دفتر ولا اعتبروها كما بغيتو، مقيده في ميكرو. انت هادي هي النمره ديالو، وراني غادي نلوحها، في الفيسبوك وغادي نلوحها في الفيديو. زي قربها باش تبان. راه ليا النمره، شحال النمره؟ 06 53 69 97 94. واخا هي هادي. اجي بنتي، اجي لهنايا. شحال النمره التليفون؟ 06 53 69 97 94. عاوديها 06 53 69 97 94. شكرا. المهم اخواني، هذه هي النمره نتاع جوج بنات. هي هي هذه. محتاجين للعلاج، يعني في اقرب وقت محتاجين للعلاج، يعني في اقرب وقت. الحاله ديالهم كتزاد كل يوم، وحنا ما بغيناهمش اخوان. الا كان شي واحد كيبغي
خوتنا المغاربه راه حنا غدا ولا بعدا غادي نلقاوهم متصل هذا التليفون ومتصل بهاد البنيتات هادو ولا بالاب بالام ديالهم ولا بالاب ديالهم. هادشي اللي غادي نقول لكم وكنشكركم بزاف وربي ربي يغفر لينا حنا كاملين. راه اللي كيدير شي خير بشي حد راه كيدوبل الحسن راه كدوبل يا اخوان. الا درتي غير 1000 ريال تقدر هذيك 1000 ريال يا اخوان راه تدخلك للجنه، تدخلك للجنه.